الإمكانيات اللوجستية يعني مما تسمح بذلك في هذا الظرف القصير، والله لن أنا أعلم أن السلطات لن تبخل بذلك. نعم. لأن الأمر يتعدى يعني يتعدى إمكانياتنا اختصاصات نعم. الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأنا متأكد أنه لو كان في إمكانيات لوجستية يعني والوقت يسمح بذلك لن تتردد السلطات في لحظة واحدة يعني تمكين هذه الجماهير من حضور مقابلات النصف النهائي والنهائي إن شاء الله.